اكيد الكل بيعرف هاجي واجي وكيس ميسي، وان شاء الله ان حكيت اسمائهم صح، وكمان امونج اس. هدول الشغلتين دمجناهم اليوم مع بعض وطلعنا فكره حلقه اليوم. راح يكون هاجي واجي وكيس ميسي داخل لعبه امونج اس، وطور جدا رهيب. والاشي الارهب اللي ما بتعرفوه انه هذا الطور بتقدر تلعبوه، ولكن عشان تقدر تلعبوه لازم توصلوا هذا المقطع بخلال 24 ساعه الى 100,000 لايك، وكمان تشتركوا بالقناه وتفعلوا زر الاشعارات عشان اول ما ينزل المقطع تيجي تتابعوه على طول. والحلو بالطور كمان انه بتقدر تلعبوها على الجوال، فيعني هذا الاشي من صالحكم. واخر اشي بتحكي لكم اياه، شكرا جزيلا على دعمكم بالفترات الماضيه، مع انه ما نزلت بالفتره هاي كثير، اعذروني لان حاب اجيب لكم محتوى جدا حلو وبنفس الوقت مش متكرر. ولا بتمنى انكم تستمتعوا في المقطع. يا اهلين ومرحبتين بهوجي ووجي وكيس ميسي، هذول يا جماعه الموجودين بلعبه بلاي تايم اشي زيك، والله ناسي اسمه بالضبط، ولكن الاشي الحلو انه عملوا له طور، وهذا الطور جدا جميل ورهيب. فخلينا نبدا اول اشي بشغله جدا رهيبه، اللي هي في عندهم قائمه، في عندي 100 مرحله، وفعليا ما راح اقدر اخلص كل 100 مرحله هدول، ولكن جربت انا 3 مراحل عشان اعرف كيف النظام. وكمان في شغله جدا حلوه يا جماعه، شايفين هذه المنطقه محطوط عندي سبن لكي، انه في انه دولاب حظ، خلينا نجرب دولاب الحظ مع بعض، محطوط انه مجانا، فيلا نلف. ممكن يطلع لي شيء حلو، ممكن يطلع لي قلوب، لانه هذه القلوب ممكن بحتاجها. ما بدي مصاري، الله يهديكم، بدي شيء ارهب، انا بدي هدول القلوب، القلوب حلوه يا جماعه. طيب نرجع لورا، وهلا نبدا يا جماعه اول مرحله، توكلنا على الله. ايش في عندي؟ عندي هون هاجي واجي بقدر اتحكم فيه، وكمان بقدر اتحكم بكيس ميسي. هلا معروف عن هدول، اذا ما خاب ظني وصرحوا لي هذه المعلومه، انه هدول الاثنين ضد بعض باللعبه، ولكن هالمره راح يكونوا اصدقاء ويعاونوا بعض عشان ينتهوا من المرحله هاي. فنتحكم باول واحد كيس ميسي، بعدين يجي هون النط ونعمل سواب. هلا ما بقدر اذبح بكيس ميسي اللون ازرق، لازم هاجي واجي نذبح فيه الازرق، فنعمل سواب وبعدين نيجي عنده ونعطيه طعنه جدا قويه. ابلع، ايوه هذه يا جماعه حلوه، هذه شايفين هذه، بقدر اروح على كل المراحل او كل المرحله اشوفها اكتشفها عشان نعرف ونخطط كيف بدي اعملها وكيف راح افوز فيها. في عندي هون زومبي، مرحبا يا زومبي، ولك احبك، تعال ابلع هذه. وفي نقاط فلوس، تعالوا اعطوني مصاري، اعطوني اعطوني. طيب هلا كتب لي هون او مبين انه لازم هاجي يذبحه، لا كيس ميسي، ابلع. نيجي هون نضغط عليها، وبعدين نجيب هاجي واجي ننزله تحت ونخليه يذبح هاد. يا مسكين، خايف سمعين صوته كيف مرعوب، ولك ابلع، اطعم اهلك انا. والله حلقه اليوم اجرام، ايوه الاناره طفت، فلازم اروح اكتشف ايش الموضوع. طلعني فوق، جميل، وهذا موت، هذا اللي مخرب الاضاءه. طب مرعوب بهذا الشكل، ليش قاعد بتخرب؟ يعني بتخلي هاجي وبقي وكيس ميسي يجي يذبحوكم. السلام عليكم، ابلع هاي لاقول لك. حلو، فزنا بالمرحله الثانيه، شايفين الموضوع جدا تقريبا سهل، وكمان اعطوني نقاط، والله شكرا. نروح للمرحله اللي بعدها، نروح للمرحله اللي بعدها. وفي كمان شغل اذا ما خاب ظني يا جماعه، بعد ما نخلص تقريبا 10 مراحل بيطلعوا لي كمان جيم بلاي مختلف على الجيم بلاي اللي حاليا بنلعب فيه. هون في حياه، اعطاني حياه، شكرا. وهذه اوه والله حلوه، يعني ممكن هدول استغلهم اني احرك المربع وبعدين اطلع المربع عشان اوصل على الاماكن اللي بدي اياها. فاعطيني يا حبيبي المصاري هذه، وسلام عليكم. خد، قاعد بعبي بنزين، وين اعبي بنزين وانا موجود؟ انت اكيد تعرفوني اني انا بحب اذبح الجميع. الحمد لله يا رب، توقعت يا جماعه هذا شرطي فلازم يعني نبعد عنه، ولكن ذبحه. نيجي نساعد، اوه اي شيء باخذه، الاثنين باخذوه. الشخصيه الانثى او كيس ميسي اخذت اللي هو المغناطيس عشان اقدر اجيب منها النقاط، او النقاط تيجي لعندي. هلا نكمل نحول ونيجي عند هذا الجميل، سلام عليكم. لا تقول لي هي بتذبح، نجرب، انا عندي قلبين، اذا ذبحت بموت وبروح من عندي قلب. الحمد لله نرجع الحياة، ترجع، توقعت يا خلاص بتموت ولكن بروح من عندهم قلب، الحمد لله انه بتبقى. هلا خلينا نيجي هون، نط على طول، مرحبا انت مرعوب، ابلع لقلك. محطوط عندي فوق على اليسار، مين اذبح ومين ما بقدر اذبح، علي بعدي يا حبيبي. الجيم اللي فات انا ركزت على شغله انه في هون شخصيتين شايفينها فوق يمين، هدول لازم نذبحهم، فبهيك بنكون احنا عارفين مين لازم نذبح، ممكن في شخصيات لقدام ممكن ما نذبحها، ولكن الاهم شوفوا هون قاعدين بيعملوا اختبارات على ايرون مان، وايرون مان لونه ازرق اللي هو صديقه اتوقع تاع ايرون مان، فعشان هيك لازم ننقذهم. هلا انا بدبح ولكن قاعد بدبح بالاشرار مش الابرياء، عشان يكون عندكم علم، لازم يعني ندبح هذول
عشان ننقذ الشخصيات اللي هون. اول ما ذبحت الاول السائل الاخضر نزل لتحت، وهل مين يا حبيبي نازل تعمل عليهم اختبارات؟ زومبي ابلع يا زومبي، وخلي هاي تيجي لعندي ونط عليها. لا نططني، ايوه في عندي حرف ال، اعطيني اياه، لازم اكمل كلمه كيلر. طب لازم هلا نحول ونجي نساعد هذا، نفتح له الباب عشان هذا يدخل ويذبح هذا اللي بيحكي هلب. هلب على مين؟ قاعد تذبح فيهم، تعمل عليهم تجارب علميه، وما بدك اياني اذبحك؟ والله لا اذبحك، وانت عسل بطنك. على المرحله اللي بعدها على طول، بدي اشوف بعد 10 مراحل هل رح يجيني مراحل جديده مختلفه. الغرق بذبحني، فعشان هيك نط يا حبيبي، وما عندي غير قلب واحد وسكين نوع جديد، جيبها والله بحتاجها. النص اللي على اليسار لونه احمر، فيعني لازم نجيب اللون ازرق، يعني تحت عشانها بنت ميه، وهون عشان الولد حاطين له لافا بدهم يحرقوه يعني يشبوه. اذا جيت على هاي هلا المفروض يتعبى لون احمر وازرق. يا سلام، هلا هدول الاثنين بذبحوهم. نيجي نكمل حرف كيلر. حلو حلو حلو، نططوه. الاحمر لازم يذبح. ابلع لاقول لك. اوه ايش هذا؟ ايش هذا؟ موت موت موت. في وقت حبيبي لقدام، يعني بعد ما ينتهي الوقت ممكن اموت. العاب يا جماعه، قبل ما رسبن اذا ركزتوا في هون حرف الاي وهون حرف الار، كلمة كيلر راح تكتمل ونشوف ايش بتعمل لي. نيجي هلا هون، اركض يا حبيبي، اعطيني فلوس وانت ابلع وانت تسوي بالبنزين، واعطيني هذا الحرف. لا تقول لي بوابة انتقال هادي، والله ما بعرف. والله ودتني عندي شو اسمه هاكي وكي. مرحبا هاكي وكي، اعطيني فلوس وامشي هون واحط باش، ضغط على الزر. طيب بعدين لا لا لا، اوه الحمد لله. شخصية هاكي وكي بتدمج من هاي، ولكن كيسيميسي ما بتتدمج ابدا، الحمد لله يا رب. ولا وديني يا حبيبي، واترك الزر لاقول لك، وبعدين نيجي هون نعطيه زر، نيجي على هذا، وبعدين نحول. شرطي ابلع. السلام عليكم، مرحبا، كيف حالك؟ خذ ابلع. جبت لي الاحرف، هلا المفروض يصير اشي. كلمة كيلر لازم تكمل لي اشي. اعطاني سكين، شكرا لكم، ولكن انا بدي اشوف كلمة كيلر ايش. كلمة كيلر بتعطيني سلاح، الله يسامحك. بعد ما خلصنا الكلمة اعطاني سلاح زي ما شفتوا، ولكن ضف لي كمان شغلة جدا رهيبة، محطوط عندي هون زومبي وار، انه حرب الزومبي. خلينا نضغط ونشوف العاب تانية. والله ضغط بالغلط على التانية. ايش هادي؟ ها؟ نودي هاد على هاد. طيب بجلد الزومبي، ممتاز جدا. في عندي نيكست ليفل، جميل والله يا جماعه. الطور هذا والمود جدا رهيب. ليش؟ لو في اكثر من لعبه، مش لعبه واحده، في اكثر من شغله. وهلا اعطاني هذا الوحش الموجود هون، محطوط بس الزعيم وهذه الشخصيه الموجوده عنده، او الزعيم هذا شايفينه. بدي من المتابعين القدامى لعدت انزل فيها اول اطوار تاعت امونجس، كان في بوس او كان في عندنا قاتل بالشخصيه هذه اللي هو الشبح القاتل، اللي متذكره ينزل يكتب لنا تحت بالتعليقات. وهلا نودي هذا لفوق لانه محطوط عندي 10 و5، هذا بيذبح حد على الاكيد، ولكن بضيف لي بس ال 15، فبنزل على هذا بذبحه للامبوستر اللي معبن. ابلع، احنا اليوم ابرياء مش امبوستر، عشان يكون عندكم علم. اهلين والله يا جماعه، مش طبيعي الطور. ليه؟ لو كل راوند قاعد بيجيني زعيم جديد، وتقريبا هدول الامبوسترات الموجوده احنا لعبناهم من قبل، فخلينا نروح على رقم 5 نذبح بصير عندي 20. بدي اجرب اروح على رقم 20، بما انه انا 20 هو 20، ايش راح يصير؟ تعادل، ذبحته. تراي بيتر نكست تايم. اعتقد اني خسرت. ليش؟ تراي مرة اجين، تراي مرة اجين. حلو انجليزي ما شاء الله عندي تحفة. حاول مرة اخرى، نذبح الزومبي اول هذا اللي عنده مخ، وبعدين نذبح هذا اللي عنده سيف براسه ولا سكين، بعدين نذبح الزعيم. ذبحني اول واحد، او اول مره يعني ذبحني اول زعيم، وبيك بنكون فزنا واعطونا مصاري 2650. نفس الزعيم 80 قوته، انا 60 هلا مع 35 95. ابلع وموت، اعطونا زعماء جداد. واي واحد بنزل الطور اكتبوه تحت بالتعليقات لاي مرحله وصلتوا. وفي عندنا هون تنين، هو تنين ولكن مش تنين، ولكن في حلقه من الحلقات نزلنا طور التنين، واتوقع هذا يعني تنين صغير مش تنين كبير. واخر واحد هذا التنين، ابلع وموت. كنت احكي اي واحد بنزل الطور وبحب يلعب يكتب لي لاي مرحله او اعلى مرحله وصلها، لانه يا جماعه انا ما راح اقدر اختم كل اللعبه معاكم، ولكن قاعدين بنجرب ونستمتع. بيعطيني سيف، جيب يا حبيبي سيف، بعدين اذبح هذا. حلو حلو، ممتاز ممتاز والله، عاملين شغل هوجي وجي وقسم ميسي. لما يكونوا تيم بكونوا اقوياء جدا. واذا حابين يا جماعه نلعب هذا الطور تاع طور هوجي وجي، ولكن ما يكون قسم ميسي فيه، مع الشباب ويكون بلعبه امونجس الاصليه، اكتبها تحت بالتعليقات، ممكن نعملها ونلعب هذا الطور مع الشباب ونستمتع
وتقريبا هو مرعب فلازم نرعبهم للشباب معنا. وهلا نيجي هون وفي عندهم ناقص 5. والله عكف كيف من قوتي خسرت. اوه كان قوتي 20. وديني هون حلو. بعدين نيجي على 15. انا جيت والله ماني مركز اقسم بالله ماني مركز. نيجي على هذا وفي عندي صندوق تحت اروح اخده نشوف ايش بيعطيني. اعطاني 1000 نقطة. ابلع انت كمان 110. وهذا الزعيم كم مرة سداب؟ إذا جاء كمان مرة معناته تقريبا راح يصير تكرروا زعماء. رجع للشبح كمان مرة. آخر مرحلة، آخر مرحلة بدي ألعبها، بعدين بدي أروح على اللعبة الثالثة لأنه فتحوا لي لعبتين مش لعبة واحدة. ها؟ أعطاني 100 ونعمل دبل 200 نذبح هذا. تقريبا يا جماعة بطلوا كتار. العوب وصلت على مرحلة جديدة، هذا جديد كأنه بيشبه أيرون مان. ناخذ هذه دبل وبعدين نجي نذبح هذا. واخر شيء نروح على الزعيم هذا الجديد، نجلد اهله واعطاني سلاح جديد، شكرا لكم. انا ايش قلت؟ فتحوا لي لعبتين جديده. خليني اروح على الثاني هذه، راح يكون في حرب بيني وبين الزومبي، هاجي وقي ضد الزومبي. ايش؟ كليك كليك ايوه، ماني فاهمها ما بقدر اتحرك. المهم اذبحوهم اذبحوهم، اجلد اجلد، قاعد بشتر بايده والله، شتر 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 شتر، اجلد الزعيم الجديد، اهرب اهرب، دمج زياده بقدر دمج، ايش هذا؟ ابجريد؟ ابجريد ابجريد والله ابجريد عملت الحمد لله يا رب. دفعت من العمله اللي عندي عشان اعمل ابجريد واذبح الزعيم، خربيته. نيجي عاد كمان مره، اجلد يا حبيبي ونعمل ابجريد. الابجريد بيعطيني هيل. طيب الزعيم هذا ذبحناه قبل هالمره، نعمل ابجريد نذبحه. اذبح يا سلام. هاجي واجي وكيسمسي عاملين شغلهم واعطوني مضرب، اتوقع هذا المفروض يعني يكون دمجه اعلى من سكين. اوه حاطين الزعيم اللي راح يجيني، هي هو شايفينه؟ هلا انتبهت والله، هذا التنين اللي لونه بنفسجي، هذا عشان بطنه وفرجيه قيمته. ابجريد يا حبيبي، ابجريد مره ثانيه. يخرب بيتكم، يخرب بيتهم دمهم كثير والزومبي كتار. يا دمي ابجريد. ابلع يا نوب يا معفن، تنين مش علي، انا التنين انا الاقوى هون. الليفل الخامس الامبوستر الاسود، اتوقع راح يكون شكله عادي مش متحول. اوه هذا الشبح 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 ابجريد، موت موت يا شبح موت، الحمد لله يا رب الحمد لله. الليفل الخامس اتوقع راح يكون الاخير، اذا في العاب ثانيه راح تظهر لي بكون شاكر لكم. هذا التنين ذبحناه ببدايه الجيم اللي هو الراوند الاول كان. جا 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 وصل وصل وصل، نعمل ابجريد عشان ما نموت. ايوه بيعطي والله ضربات حلوه ولكن ما راح يكون منافسي. لهون وصل هذا المقطع، لا تنسوا اللايك والاشتراك بالقناه، وزي ما حكيت اذا وصلتوا هذا المقطع بخلال 24 ساعه على 100,000 لايك راح احط لكم رابط تحميل هذا المود، اذا ما جبتوها ب 24 ساعه من ذنبي، فنصيحه حاولوا حطوا لايكات سريع واشتركوا واعطوا المقطع لاصحابكم عشان يساعدوكم باللايكات يعني والتحدي الجميل. وهلا بحكي لكم بامان الله.